وهلا وصلنا مشاهدينا لفقرتنا القانونية ميزان، حيث أكثر من 10,000 شركة افتتحها السوريون في تركيا منذ عام 2011 عملت على رفع نمو الاقتصاد التركي حسب محلين. ولكن اليوم في ظل التغييرات السياسية في البلاد يعيش السوريون بعض التخوفات حول استمرار تجارتهم وخاصة البسيطة منها. صحيح، حول هذه التراخيص وكل ما يخص هذا الموضوع رح نستضيف اليوم وكل يوم أو كل أسبوع المحامي أسامة عبد الرحمن. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نحكي شوي عن التراخيص الإدارية. ما هو الترخيص الإداري؟ هلأ الترخيص الإداري هو عبارة عن الإذن أو الموافقة التي تمنحه السلطة المختصة لأي شخص يريد افتتاح مشروع تجاري بعد تحقيقه للشروط المطلوبة من قبل ذات السلطة التي تمنح الترخيص. ما هي الشروط المطلوبة؟ هلأ هون حسب بقى المشروع، حسب المهنة، حسب تمام. المشروع هون بتنقسم، يعني هلأ احنا في شروط عامة لأي مشروع تجاري، اللي هي تأسيس شركة تجارية سواء كانت شركة شخصية أو شركة محدودة. حتى لو واحد مثلا بده يفتح مهنة حلاق، بده يفتح مهنة سيمانة، بده يفتح أي مهنة محامي، أي شخص. هو لا، الفكرة هون هلأ في مهن محظورة على غير الأتراك، وفي مهن اي شخص اجنبي او تركي بحق له يمارسها. هلا احنا بشكل عام الشروط هي تاسيس شركه تجاريه. ليش تاسيس شركه تجاريه؟ مشان اجل استخراج الرخصه الماليه او ما يسمى هون لوحه ضريبيه. تمام. فنحن لما بنأسس شركه تجاريه سواء كانت شركه شخصيه او شركه محدوده المسؤوليه بينتج عنا انه هي الاوراق مباشره، اوراق المحل او اوراق الشركه تذهب الى الماليه وتم استخراج الرقم الضريبي لهي الشركه. فهون بصير الشركه مرخصة من قبل السجل التجاري ومرخصة من قبل المالية. فهون هي أول خطوة بأي مشروع تجاري سواء كان صغير أو كبير. نبدأ فيها بتأسيس الشركة واستخراج اللوحة الضريبية. هلأ إحنا بقى في شروط خاصة، يعني اللي هي إذن العمل ضروري لأي أجنبي ليستخرج الرخصة اللي صادرة عن البلدية، يفترض يكون عنده اللوحة الضريبية، التوقيع الاعتمادي للشركة اللي هو ناتج عن ترخيصها، والإذن العمل. هلأ إذن العمل كان بالقبل ما له ورقة أساسية، هلأ لا، صار إذن العمل شرط أساسي لاستخراج الترخيص الإداري. بعدين في أوراق تانية اللي هي عقد الإيجار، الأوراق اللي بتكون يعني أوراق موجودة غالبا عند أي شخص، عقد الإيجار، الرسوم بيدفعها. وفي بعض المهن الخاصة التانية ممكن تحتاج موافقة جوار، وممكن موافقة جوار وموافقة البلدية مثل المطاعم لمد المدخنة بيحتاج لموافقة جوار وموافقة البلدية لمد المدخنة. اللي هي كمان بالإضافة نحن لازم ننوه أنه بعض المهن تحتاج إلى شروط معينة بالمكان، يعني مثلا مثل المطاعم تحتاج إلى فتح التهوية مثلا نفس المكان، تحتاج إلى أنه يكون المكان في فتح التهوية ومخرج نجاة. فلازم يكون قبل ما نحن نأسس أي شيء لازم يكون المكان مستوفي لهي الشروط، مثل مثلا المعاهد، مثلا المعاهد التدريبية أو التعليمية أو المدارس اللي ما لها تركية، لأنه مدارس تركية حصرا لترخيص باسم شخص تركي بده يكون. باقي الروضة مثلا كمان بيحتاج لشروط معينة بالمكان، مثل مساحة الصفوف، مثل الفسحة السماوية، يعني بيحتاج لشروط هندسية بالمكان، فلازم تستوفى يعني قبل ما نبلش بأي ترخيص يفترض أنه نستوفي الشروط الإدارية. أستاذ عبد الرحمن، أنت عدت لنا الأوراق المطلوبة لاستخراج هذه الوثيقة، لكن أين نبدأ إذا مثلا مواطن أو شخص بده يفتح مشروع خاص؟ شو هي الأوراق أو تسلسلة المطلوبة؟ هلأ أول شيء نبدأ من غرفة التجارة بتأسيس الشركة، هي أول شغلة، أول خطوة لازم نقوم فيها لأي محل. نبدأ بغرفة التجارة، بنأسس الشركة، نستخرج اللوحة الضريبية، بعدين نراجع البلدية اللي تابع إلى منطقتنا، لأنه كل بلدية غالبا بيكون عندها شروط معينة، ممكن في فروقات بسيطة. هلأ الشروط العامة نفسها موجودة بس ممكن يكون في فروقات بسيطة. هي البلدية المكان المختص فيها بيكون في إنه مكان إصدار التراخيص بقلب البلدية، في مكتب خاص بإصدار التراخيص، فمنراجعه وهو بيعطينا الأوراق المطلوبة اللي هي نحن عددناها قبل شوي. تماما. عادة البلدية شو بتكون شروطها؟ يعني البلدية لما بتيجي بدك ترخص مثلا، في عندي أصدقاء مثلا بدهم رخصوا عيادة، تمام، فاجت البلديه يعني حطت شروط مثلا مثل الدرج الخارجي او مخرج الامان او هالامور هذه. عاده البلديه بشكل عام بشو بتتدخل اكثر شيء؟ هلا البلديه بتتدخل بكل شيء، يعني هي لازم انه اي شخص بده يقدم لاستخراج الترخيص لازم يستوفي كل الشروط اللي بتحطها البلديه لمنح الترخيص. هلا بالنسبه للعياده مثلا، البلديه ما بتمنح ترخيص. هلا العيادات الطبيه لا تمنح اي ترخيص، لانه بتحتاج لموافقه خاصه من وزاره الصحه. يعني هي الموافقة لا تمنح إلا للطبيب التركي،
يمنع يعني، او الطبيب الشخص اللي معادل شهادته بتركيا واستخرج تماما في حال معادل شهادته تماما، اذا عادل شهادته بتركيا واستخرج ترخيص مزاوله المهنه صادر عن وزاره الصحه، ساعتها بيقدم انه لفتح عيادات، مركز عيادات هون بتتدخل البلديه، بس هون اول ورقه بتكون مطلوبه هي ترخيص اللي صادر عن وزاره الصحه اللي بيسمح لهذا الشخص انه يمارس مهنه الطب. هلا الشروط الثانيه يعني شروط، هي شروط البناء، نحن سبق وحكينا هلا بشوي انه في شروط خاصه بالبناء، هي البلديه عاده تتدخل بشروط البناء، مو بس شروط البناء. هلا هلا احنا اي ترخيص في شروط خاصه وفي شروط اللي بتحطها البلديه. من الشروط الخاصه مثل نحن ذكرنا مثال الطبيب، هو شرط مزاوله المهنه اللي صادر عن وزاره الصحه، هو هذا اول شرط تماما. فلما احنا بنستوفي هذا الشرط بعدين بنروح على البلديه بنشوف البلديه، اذا اجنبي هذا الشخص لازم يستخرج يساوي شركه تجاريه ليمارس مهنته ويستخرج اذن العمل تماما. بيستخرج اذن العمل ساعتها نحن بنراجع البلديه للبدء بالاجراءات الخاصه، ممكن بتكون في شروط خاصه بالبناء وشروط خاصه يعني اللي لازم تتحقق، بقى في شروط معينه يعني مثل نحن اللي ذكرناها نفسها اللي هي اذن العمل، لوحه ضريبيه لهذا الشخص، الشروط فاتوره. احيانا نحن نتفاجئ انه بعض البلديات تطلب فاتوره خاصه باجهزه الاطفاء، الرسوم الخاصه بالترخيص، هي كلها لازم هذا المكان مجهز باطفائيات تماما. فيعني هي بعض البلديات بتطلبها وبعض البلديات ما بتطلبها، فنحن نتفاجئ انه طلبت انه فاتوره خاصه، نحن تعاقدنا مع شركه لانجاز موضوع الاطفاء يعني مشان يكون انه المكان مؤمن، مع انه احنا نحن هذا المكان بيكون يعني العمل اللي عم نمارسه بهذا المكان واللي طالبين ترخيصه بيكون ما له عمل خطر. طيب بس جميل. ولكن لاستيفاء شروط الامان فبيطلبوا انه وجود عقد مع احدى الشركات المختصه إطفاء الحريق. بنضل عم نحكي عن بحديثنا عن البلدية، ولكن هل يحق للبلدية أن تسحب رخصتها بعد إعطائها؟ هلا هذا الشيء بيرجع للشخص، نحن اللي عم نحن اخذنا بعد ما اخذنا الترخيص، اذا الشخص خالف الشروط الاداريه المحطوطه الموضوع من قبل البلديه ممكن البلديه تعطيه انذار وبعدين ممكن تسحب الرخصه منه اذا كانت المخالفه تستوجب سحب الرخصه. يعني بيكون في ضابطه شيء اسمه ضابطه البلديه نحن منصوص عليها بالقانون يعني. تمام، بالقانون الاداري منصوص عليها انه امتى بيحق للبلديه انه تسحب الرخصه. طيب. بيكون هي شروط معينه، بس هلا اذا البلديه تعسفت باستخدام حقها، يعني احنا ما خالفنا اي مخالفة، لكن البلديه انه لشيء غير يعني غير انه غير موافي للشروط او مخالف للقانون، استخدمت التعسف بحق يعني استخدمت كانت متعسفه باستخدام حقها بسحب الترخيص، نحن فينا نراجع القضاء الاداري ونرفع دعوه بالزام البلديه بالغاء بالرجوع عن قراره، اول شيء وقف تنفيذ قراره بعدين بالرجوع عن قراره لالغاء الترخيص. حلو. طيب بدنا نتوقف نحن مع مشاهدينا ونشوف انفوجراف حول بعض معلومات عن الشركات والمحال السورية في تركيا. رجعنا لكم مشاهدينا ومع تعليقاتكم حول هذا الموضوع، وصلتنا رسائل كثير على الواتساب. التعليق الأول عم يقول أنه حضر إلى مكان عملي دكاني يعني موظف من البلدية وأعطاني إنذار يبلغني فيه بوجوب الحصول على ترخيص خلال 15 يوم، ماذا علي أن أفعل؟ هلا نحن هون جاوبنا، نحن اول ما يجي موظف البلديه بيعطيه مهله، يعني ما بيسكروا المحل بشكل مباشر، بيعطوه مهله 15 يوم مكان عمله قابله للتمديد. اذا بدانا يعني اذا ابدينا للبلديه انه احنا بلشنا بالترخيص، البلديه بتعطينا مهله ثانيه وممكن تعطينا مهله ثالثه للاستحصال على الترخيص. هلا اول شيء بنعمله بياسس شركه تجاريه
تمام، بيستخرج اللوحه الضريبيه، بعدين بيستخرج اذن العمل، وبعدين بيراجع البلديه الموظف بيقدم له هي الاوراق انه انا اسست الشركه التجاريه واستخرجت اللوحه الضريبيه، بيعطيه اوراق الشركه بالاضافه للتوقيع الاعتمادي واذن العمل، بيقول له هلا انا صرت جاهز لاستخراج الرخصه الاداريه. هون الموظف بيعطيه الاوراق المطلوبه وبيعطيه بيرجع مهله ثانيه لاستكمال الشروط اللي نصت عليها البلديه او اللي وضعتها البلديه لاستخراج الرخصه الخاصه بممارسه مهنته، بغض النظر شو كان مهنته مثلا، انه شو عم يمارس المهنة، فهي بتعطي طبعا الشروط المناسبة أو الأوراق اللازمة لممارسة هذه المهنة تماما. في عنا حالة أخرى، واحد بعت رسالة عم يقول أملك محل البقالة ومنذ شهر تم تبليغي من قبل البلدية بوجوب إصدار ترخيص ولكني لم ألتزم، واليوم حضر إلى دكاني موظفو البلدية وقاموا بإغلاق المحل، ماذا يجب علي أن أفعل لإعادة فتح المحل؟ هلأ هاي الشخص هذا عنده خيارين، يا أما بده يرخص هذا المحل مشان سرعة الإجراءات على اسم شخص تركي، وهيك دغري يعني متى ما رخصه وفتح شركة على هذا المحل على اسم شخص تركي بيستخرج روحة ضريبية، براجع مباشرة البلدية وبيقول لهم نحن رخصنا المحل، بيفتتح مباشرة، بعدين بيكمل بالتراخيص الإدارية. أو الشرط الثاني أو الشيء الثاني، إذا بده يرخصه على اسمه، لا إذا بده يرخصه على اسمه لازم يستكمل كل الإجراءات بالإضافة لإذن العمل، يستخرج وثيقة إذن العمل، بعدين بيراجع البلدية والبلدية ما رح تفتحه ليطلع الترخيص الإداري، خلص يعني ليخلص كل الإجراءات يعني. أما في حال على اسم حدا تركي، اسم شخص تركي مباشرة يفتتح ويستكمل الأوراق. طيب حالة ثالثة، لدي محل للحلاقة وأرغب بالحصول على ترخيص لممارسة مهنتي بشكل قانوني. تماما. هلا الحلاقين نحن سابقا كان مجرد انه لانه من احد الشروط الهامه لاستخراج الحلاق للرخصه لافتتاح محله هو وجود شهاده حرفيه نفس اللي كانت موجوده عندنا بسوريا، شهاده حرفيه من غرفه الحلاقين، او هي مقسمه كغرف يعني انه الحلاقين مثلا المحامين كلهم لهم نقابات وشهادات حرفيه، فكانوا يطلعوا نفس الشهاده الصادره من سوريا يعتمدوها هون بتركيا. هلا لا، هلا اختلف الوضع، هلا هذا الشخص عنده خيارين، يا اما بيرخصه على اسم حلاق تركي او بده يستخرج الشهاده الحرفيه من احد المراكز الخاصه المتعاقده مع الدوله او مراكز الدوله، بيستصدر شهاده حرفيه مشان يقدر يقدم على كيف الترخيص. بيستصدر هي الشهاده؟ هل لازم يخضع لدوره ولا دورات تدريبيه وامتحان؟ دورات تدريبيه بيتبعها امتحان، بيعطوه شهاده معترف عليها في تركيا بتمنحه الحق باستخراج الرخصه اللازمه لمزاوله المهنه. مو بس الحلاق يعني، هذا بينطبق على كل المهن الثانيه بتحتاج أي شهاده حرفيه يعني. اي مهنه حرفيه مثل الحلاق، الحداد، اللحام، اي مهنه لها نقابه هون بتركيا ولها غرفه خاصه فيها تستلزم وجود شهاده كيف حرفيه. لازم الشخص يعرف انه هي المهنه لها نقابه؟ هلا هي نفسها ضابط، وين لازم البلديه نفسها بتقول له انه انت احنا ما فينا ما فيك تقدم الترخيص عنا او تستكمل اوراق الترخيص الا ما تجيب شهاده حرفيه معترف عليها او صادره من المصدر المعين يعني هن بعينوا له. هلا مثل ما قلنا سابقا كانوا يعترفوا على الشهاده الحرفيه السوريه، مجرد ما انه ترجمت وتنوترت يستلموها من ضمن الاوراق المطلوبه ويمشي الترخيص ويصدر كانوا ويراجع الغرفة المختصة وتعطيه ترخيص بالإضافة لقائمة الأسعار ويكون يعني انتهى موضوعه. أما هلأ لا، هلأ فالناس اللي عم تتجه على الأسهل أنه دائما عم ترخص على اسم شخص تركي وعم يعني عم تنتهي من هذا الموضوع، عم يكون هو عبارة عن عامل بهذا المحل يعني باسم التركي عم يشتغل. الرسالة الأخيرة أو الحالة الأخيرة، هل يمكن أن أحصل على تراخيص سواء كنت مقيم في تركيا بموجب بطاقة الحماية المؤقتة أو الكملك يعني مثل ما بنعرف أو الإقامة السياحية؟ طبعا هذا الشيء ممكن يعني سواء كان شخص مقيم بموجب بطاقة الحماية المؤقتة أو بموجب الإقامة السياحية، طالما أنه شخص مقيم بشكل شرعي بتركيا بحق له يستخرج الترخيص. نحن مثل ما قلنا أنه بداية الترخيص هي مراجعة غرفة التجارة، وغرفة التجارة ما في مشكلة، بس بيفرق بالبعض الأوراق يعني مثلا أنه اللي عنده إقامة سياحية لازم يكون جواز سفره في صلاحية لازم يكون موجود معه يعني، وبالإضافة لترجمته ونوترته. اللي عنده بطاقة الحماية المؤقتة ما بيلزم وجود جواز سفر، بطاقة الحماية المؤقتة هي المعتمدة يعني خلص انه هي كوثيقه تركيه معتمده بدون وجود جواز سفر ما في اي مشكله. طيب في سوريين كثير بالاونه الاخيره عم يطلعوا ترخيص لشركه مشان يشتروا بيت. تمام. عم يسجلوا البيت على هذه الشركه، هل ما زال هذا الموضوع سائد؟ لا هذا الشيء تمام، بس هذا الشيء مختلف نحن عن موضوعنا. هلا الموضوع التملك السوري، السوري لا يستطيع ان يتملك باسمه الشخصي، هلا بموجب في اتفاقيات قديمه وموجب فرق بالقوانين بين سوريا وتركيا، فلهيك السوري ما بحق له يتملك باسمه الشخصي،
فالسوري اللي يقدر يتملك بتركيا بيحتاج لتأسيس شركة تجارية، شركة مو شركة شخصية، شركة حصرا شركة محدودة المسؤولية. محدودة المسؤولية. طبعا ما بيقدر يتملك بشكل مباشر، كمان في إجراءات معينة للحصول على موافقات معينة، يعني أي أجنبي بده يتملك بتركيا مو بس سوري بيحتاج لموافقة هي. ولكن كانوا السوريين مجرد ما فتحوا الشركة محدودة المسؤولية تملكوا عليها، ولكن حاليا طلعت إشاعة ما إذا صحيحة إنه لازم تكون هلا الشركة شغالة. لا لا لا، هلا ما في داعي انه تكون شغاله، مجرد انه شركه فعليه يعني موجوده، انه تاسست وإلى رقم ضريبي خاص فيها، ومجرد ما حصوله على اذن من الوالي، يعني من الوالي المختص باصدار الاذونات. كل ولايه الوالي التركي يعني القائم مقام نحن بنسميه هو مختص باصدار اذونات تملك للاجانب. فاي شخص او اي شخص اسس شركه بيقدم طلب بيقدم طلب للوالي بيعطيه اذن بالتملك، بيقدر يعني يتملك باسم الشركة مو باسمه الشخصي. تمام، بيمشي الحال. بدنا نشكرك المحامي أسامة عبد الرحمن على المعلومات اللي قدمتها. شكرا لك. شكرا لك. مكملين معكم مشاهدين، رح نتابع بعد الفاصل. في حكي ميديا، ظهور حافظ الأسد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي شوط إضافي، ليفربول أمام تحدي استعادة الصدارة. بيخليك رايق، التوهم المرضي ما أعراضه وكيف نواجهه.